الحوار الوطني وخر مرة أخرى، ما هو قلنا قبل من مرسى بدينا المقذفو من 25 جويلية وجماعة واحلين في النقطة الأولى من خريطة الطريق، والتوى لا تم التوافق على الشخصية. حسين العباسي جونتي زاد عطاء مهلة أخرى لنهار 14 ديسمبر، سماها فرصة الأمل الأخير، إما الإعلان التوافق أو الإعلان عن فشل الحوار رسميا. لازم تحرقونا يعني. لا، هو ظاهر أنه النية صافية ما فماش. دونك زيد فما مثال يقول الفهيم من الغمزة والبهيم من الهمزة، وجماعة قد ما همزوهم وشي باقي مش لهنا. حسين وزايد الحوار الله يرحمه، وكانت هذه حربوشة من الحرابش المسكنة اللي طيشوها للشعب كل ما تصير كارثة في البلاد. دونك قرمش يا شعب، ارقصوا ارقصوا وغنوا وافرحوا وامرحوا. في البوكس اوفيس الجمعة هذه صدور الكتاب الأسود اللي كتبه المنصف المرزوقي رئيسنا الحقوقي، اللي استعمل أساليب بن علي التشويه وثلب الصحفيين. وجاءت المفاجأة بعد حين مع الإعلان عن إصدار وشيك من رئاسة الجمهورية لهذا الكتاب. والله أنت اللي مسخرة شي. في الكتاب هذا اكتشفنا انه نور شيبة صحافي، اي نعم صحافي، ومن اشهر مقالاته يا عم علي بجاه الله وقت شدجي. حاول تفهم. بون، الكتاب مجد المرزوقي فيه روحه فيها 12 صفحة، وظهر انه ما فما كان هو اللي ناظل ضد بن علي. اي نعم ناظل، وبالنمارة كتب ارتيكل بعنوان صوتوا لتونس صوتوا لبن علي رئيسا. لن تمروا لن تمروا لن تمروا ابدا. الكتاب الاسود متاع المرزوقي ذكرني برشا بالكتاب الاخضر متاع القذافي، الفارق انه الاول الكوديا هي اللي تكتب والثاني الزطلة هي اللي تكتب. إبراهيم القصاص يعود إلى تصريحاته النارية. لا لا ما جيش، بنت ولدي باتوا في الليل في كرهبة في ربوال برا، ما جيش ما جيش أبدا. الغاه زوز ذكورة ولا زوز إناثي، ما جيش ما جيش، الله غالب عاد ما جيش. لا نعطي بنتي بيت مع ذكر في ربوة في فوري، قال شنو؟ قال لي عسو والله ما عسو. بالنسبة ليه قال لك لو التقى بوليس ببوليسة فالشيطان ثالثهما، عقلية ليكس، قال لك عيب وما يجيش. معطيش تكلميني بالكل، انت ثرثارة وغير جديرة بصديقتي. هو العيب والأحرام سي القصاص انه ناس كيفك قاعدة في هاك الكرسي وكل راس شهر يقبضوا الفليسات، ومن بعد تمد وجوهكم في التلافز زعمة زعمة يدافعوا على الزوالي. تعرفوا مناش هذا الكل من البوني اللي لابسها، البوني ماكم تعرف تمنع دخول الهواء في المخ فيتعفن.